الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد على كل حال. إخواني أخواتي متتبعي صفحة راعي الغنم الأطلس المتوسط، تحياتي لكم، تحياتي للجميع. ديما الإخوان نفس المكان، تبارك الله، اللهم يسر. هنا ديجا شاركنا معكم هنايا بعض القطع ديال الأغنام، الحمد لله اللي لقى إقبال المشاهدة فهاد البلاصة الإخوان. صورت بعض الحولة تبارك الله، يعني الفيديو الحمد لله لقى نسبة المشاهدات عالية. فهاد الوقت الإخوان حنايا الحمد لله توكلنا على الله، لا إله إلا الله. الله يدير الخير، الله يعطينا على قد نتاع، هذا ما نقول. الحمد لله المنطقة يعني طاحت فيها الشتيوة تبارك الله، تبارك الله ما شاء الله. الله يدير الخير، الله يكتب مكاتب الخير، هذا ما نقول. المهم الاخوان تبارك الله عليكم، تحياتي لكم. فلوك الاخوان خفيف ظريف، اللهم يسر. هني الحرث هنا راه تقريبا راه كاينه البلاد اللي تحرثات اكثر من 20 يوم تقريبا، شي شهر هذا. الحمد لله البلاد اللي تحرثات بكري شويه راه ناض شويه ديال القسيل، كانت زيرات، ولكن الحمد لله فاش جات هاد الشتيوه هادي الحمد لله القسيل راه عجبو الحال. الله يكمل بالخير، نتمنى من الله التيسير. بالنسبه لهذوك الرقاع الاخوان، هذوك راه حرطناهم قبل من الشتاء، هذو كاع لي من الواد لي راه حرطناهم قبل من الشتاء. وهادي عاد كتاب نحرتوها ونشاركوها معكم، وتبارك الله عليكم. نتمنى الاخوان يعجبكم فلوك، اللهم يسر.